الوطن بيضا وخير علينا بهل وخير علينا بهل. بابا بابا حبيبي طلال معي على الخط. خطي كهربا ان شاء الله. شو بده يسألك انه شو صار معك مشان البيت؟ لا حبيبي ما صار معك شيء. بابا بابا اسف بس بيلتا عنا اسلاك نحاسية معزولة. اضرب معك راسك. منين بدي اجيب لك اسلاك؟ طيب معجون حلاقة عندها؟ الحمام. تمام معناتها لا لكن بدك تعمل خدمة موقوتة. لا شغلة تانية بابا شغلة تانية. بابا شو؟ بعد كم يوم ببلش دوامي بالجامعة. مبروك بابا مبروك. بابا شو مبروك؟ هلا انا ما بعرف شو بدي اعمل شو بدي ساوي لا بعرف شو بدي البس لا بعرف مع مين بدي روح ومع مين بدي اجي. جامعة كلها مالي متذكره وينها. صحيح بابا نحنا سجلتوني انتو جغرافيا صح؟ طيب هلا انا شو اعمل ما فهمت. كان جغرافيا تاريخ تاريخ نفس الشيء بابا جغرافيا ولا تاريخ خرب بيت قلبك مزبوط نفس الشيء لانه مخك ما بجمع. روحي روحي روحي. حبيبي ليش نايم هون؟ فوت نام جوا. والله تعبان. قال لي يومين اللي مروا علي كبرت كأنه 50 سنة. طب جهاد أنا لازم أعرف شو بدنا نعمل. بدنا نضل بالبيت ولا بدنا نبيعه ولا بدنا نستناهم لحتى يجوا هنن يطالعونا؟ بنتك يومين ثلاثة بتبلش دوامة بالجامعة شو أعمل؟ ما بدي انشلش. شو؟ خلاص راح بيها راح بيها. أي قرر مشان أعرف شو بدي ساوي. ولا يهمك ولا يهمك. هلا مبدئيا بدي قرر انه فوت نام الصباح ربا. افتح الباب اول الله يوفق. اهلا يعطيك العافية أبو يزن. هلين هلين مبروك كيفك؟ تفضل. تسلم تسلم. طمني عنك كيف صرت هلا؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مبروك خليك رجال معلش. دكتور أعني محاضرة هلا يعني؟ بدك تنسيني الموضوع جاي أحكي فيه؟ هذا بالروضة اللي بعرفه. إيه شو بدك؟ قل لي. طلع معك شيء بموضوع بيوتنا؟ والله لحد هلا ما طلع شيء بس على الأغلب لازم نبيع أحسن ما نخسر. يعني انت متاكد انه ما حيطلع معنا شيء بالموضوع؟ متاكد ابو الروض ما راح يطلع معنا بنوب لانه كل مبلول عندهم بدي يفتح تنبيه بيقولوا لي انت واحد واقف ضد مصلحه البلد. طيب انا قلت لحالي بيجي بسالك لحتى اخذ منك جواب شافي واذا كان اخر كلام. لك شو بك ابو الروض؟ شو انا اللي بدي هد العالم؟ لا مو هيك قصدي ابو يزن بس انا كان في براسي شغله. قلت لحالي بيجي بسألك بالأول وبتأكد منك شو صار قبل ما أتصرف. لا تخاف ما صار شيء. إذا بدك تصرف بس دخيل عينك بالروض لا تتهور. خبرك يا زلمة خبرك. الله معك. نعم شو بده يعملها؟ مين كان برا؟ لك هذا ابو الروض اجى طير لي النوم من عيوني. ليش شبه؟ ما بعرف كانه مفكر ينتحر. يو شو ينتحر؟ ايه والله مثل ما عم بقول لك. قال لي عم يفكر بشغله واجى لعندي قبل ما يقرر عم يسالني انه شو صار بموضوع البيت. شو بيكون عم يفكر؟ الله يعينه لابو الروض بيكون مقهور على مرته والله العظيم ما انا سهله. الله يرحمه امين.
بتعرفي رندا؟ شو حبيبي؟ تعبت كثير. شو؟ مثل ما سمعتي. كنت عم فكر الصبح على الرعبة اللي أكلوها أولادنا من يومين لما فكرنا إنه في هجوم مسلح على الحارة. تخيلي لو كان هجوم مزبوط وحدث أذى من أولادنا، شو كنت أنا سويت؟ بتقبر قلبي إن شاء الله. وليكي أولادنا هلا ما كل شيء صاير معنا، عايشين حياتهم ولا كأنه في شيء. مدري هن مو حاسين من المصيبة، مدري هن متمسكين بالحياة. هلا قبل شوي إجا لعندي يزا، قال عم يسألني عن نحاس وما نحاس، وعم يسألني عن معجون أسنان. مو بزمان وسوى الرادار وانحبسنا من وراه؟ هلا أبصر أنه مصيبة بدي أعملها. وبنتك هديك ما جاي تسألني عن الجامعة؟ لا، ونسيان الفرق اللي سجلته، بس عم بفكر بالجامعة. وهي نورما كمان بدها تتخرج وصارت عم تفكر بالطلاق والبيت وبالجواز. ها مايك ما تعبت. أنا بفتح هذا الطلاق. شو ناوي تساوي هلا؟ بدنا نمشي بإجراءات البيت، بدنا نبيعه وندور على بيت جديد. جهاد؟ شو؟ يزن هلا رح يتخرج ورح يبلش بحياته العملية، ونورما كمان رح تتخرج وتروح على بيت جوزها. بيبقى سلمى بتبلش جامعة، هي ما فيها مشكلة. وانت هاي السنة بدك تطلع تقاعد. بقى اللي عم فكر فيه انه انت هلا فيك تفكر شويها. فكرت على بيروت ما في روحة. طيب ليش؟ إذا البيت بده ينباع نحن شو بدنا نعمل هون؟ يا بنت الحلال يا بنت الحلال، اشكري ربك انه بدنا نبيعه بيع بيع، يعني بدنا ناخذ حقه كاش ونشتري بيت ثاني. غيرنا رح يطلع بس بيواعي، بس بيواعي طلع برا البلد ما في. لازم تفهم مرد عمو. باركولي باركولي. شو تجوزت؟ لا تخرجت. من عندك من عندك. مبروك. الله يبارك فيك مرد عمو. مبروك مبروك. يعني هلا صار اسمي بشكل رسمي الدكتور طلال المصراوي. الله اكبر. فضحتينا هلا بتنزل انساري علينا. يخرب بيت قلبك. مبروك عمي، يعني صار معك هلا شهادة ورخصة رسمية انك تقتل بهالبشر. على راسي عمو. لا لا انا واثق باذن الله رح تطلع دكتور متميز. عن جد عمو؟ يعني انت هيك شايفني رح افلح بهالشغلة؟ والله ما بعرف، انا بالنسبة لي شايفك احد اسباب مرض الطاعون. كم بمسح بمسح. على راسي انت والله عمو، مشان هيك جايب لكم حلوان التخرج العوامة. لا 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 اسمع، هاي الشغل وين؟ والله ما بعرف، بالطريق شفت واحد عم يبيع على العرباية. لا لا ما سألتك، حتى لو عرباية بالعكس بتتاكل. بس هاي من أي عصر؟ تولد أي سنة؟ لا يا عمو لا، هاي تازة كثير حتى شوفها. أيوه والله رح فشك فيها والله. تلعب طاولة ولا؟ شرف معي. غسل إيديك قبل ما تلقى الطاولة. أمي شو صاير لبابا؟ شوف بول يعني شو صاير له؟ مرحبا عمو. ما كنت تحفظها، ما كنت تحفظها اهلك هون حالي. ستة ستة. لاحظ هي اول مره بنلعب مع بعض عمو. لا تاخذ وش كثير لاني مالي اللي عم بلعب معك. واحد اثنين واحد اثنين. لك مين ربحان؟ لسه هلا بلشنا. ابو يزا ستة 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 ستة. ركها البطيخة لا تواخذينا. شو بدي؟ بدي تقلنا بالضبط وتعطينا جواب نهائي شو رح نعمل بالملحة. لحظة، سايرين مثل ابو الرود، كله بده جواب نهائي. لك شو في؟ والله لانه يا جار نحن مقررين نساوي شيء، ونحن ما رح نساوي هذا الشيء لنعرف انتو شو صار معكم. لك نفس الشيء حكى لي يا ابو الرود. شو مفكرين بانتحار جماعي؟ حطوني بالصورة. شو بدك؟ ما بدنا نقلك. لا بدك تقولي. الله هو اكبر علينا. شوفي لا لك شغلي، انا لو بدي اطلع من البيت كنت قلت لكم لا بدي اطلع ولا بدي طالعكم من الملحق. مليحه ام سالي؟ مشان الله قلوا لنا انتوا شو بدكم تعملوا. بالحقيقه سالي السنه بدها تتخرج، يعني بدها ترجع على الجامعه. ايه؟ فنحن شو قلنا لحالنا؟ لا تقول لهم، لا تقول لهم بيعملوا مثلنا. شو نعمل مثلكم؟ شايفتينا اولاد صغار. انت مضروب مخك شيء؟ نحن من بكره رح نبلش نفضي الملحق. ستة ستة. فهمت شيء؟ لا ما فهمت. كأنه عم يخططوا لنا شيء عمو. شلون يعني؟ المهم يدبروا حاله. يمكن بدهم يعملوا شيء اعتصام قدام البلدوزرات اللي عم يشدوا الحارة. ايه او بدهم يفجروا شيء واحد مشان يوقفوا المشروع. لك العابة. واحد واحد. صحيح عمو؟ ايه. ستة ستة. اشتريت طقم كنبايات. مبروك مبروك. كثير كثير حلو. شو هالمسخرة هي؟
انت وياها ممنوع تنزلوا اي مشوار لحالكم بلا ما تسالوني الي او تسالوا جهاد. ماما حبيبتي اطمني، بعت لي الصوره على الواتس. شو هالحكي؟ لازم تروحي معه، هذا محتال دولي، بيكون راح يمكن على شيء مرض مفروشات، شاف له طقم جديد وحلو بعت لك اياه، وراح اشترى هداك يا تعفيش يا مسؤول رواني. الله يسامحك يا عمو. بلا الله يسامحك يا بطيخ، بلا كشفك انا بعرفك. واحد اثنين واحد اثنين واحد على بيروت. يخرب بيت الكرتة. نعم؟ بدك تسافري وتتركيني لحالي؟ حبيبتي بعرف انه رح يبلش دوامك، بس انا رح اشتاق لك، لازم تقدري مشاعري. كيف بدي روح معك؟ ما انت بتعرفي انه بابا رافض هاي الفكره، مستحيل. طيب سالي حبيبتي خلص، لا تعصبي، انا رح اروح اقنعه لبابا. طيب حبيبتي، طيب يلا باي. سكري روح اقنعه، باي. شفتي هالغلب اللي طقيته لعمه؟ ايه ما بيهمني، ليش ما فتحت مع بابا الموضوع؟ لك ما شفتي مطوش وام سالي وابو سالي والملحق وما بعرف شو؟ انت شو دخلك فيه؟ خلص حبيبتي ولا يهمك، انا بلاقي طريقه وبقله خلاص. ايه ها ورجيني هالضحكه الحلوه. بتعرفي شغله نورما؟ شو وين بابا؟ فاتينا. أهلين يا زان، بدك شيء؟ أنا كنت رايح. خليك رايح. يلا بدك شيء حبيبتي؟ سلامتك. يلا باي. تعال قلي. خلص بقى يلا روحي. يلا باي. شو هالطلال؟ طول بالك عليه حبيبي. شو طول بالك عليه؟ مساء الخير. ها؟ منين خلقت أنت؟ سمعت رامة راي. لك بابا ليش فايت مثل المخابرات؟ دق الباب فوت بشكل طبيعي. مزبوط بابا، انا اسف حقك علي، بس في موضوع كثير ضروري بدي احكي معك. انا موضوع؟ انت بتعرف انه انا على وش تخرج مو هيك؟ شو بيعرفني؟ انت اللي بالجامعه. طيب بابا، انا عم فكر بس اتخرج روح اشتغل ببيروت. وليش على بيروت يعني؟ لانه بابا انتوا بدكم تنتقلوا من البيت ونورما بكره بتتجوز، فانا شو بدي اعمل يعني؟ لازم روح ضل جنب سالي. عجبك؟ لك بابا هيك ما بصير، عيب. مو عند أول مطب تهجوا وتتركوا البلد، ولا تعملوا البيت حجة، في ناس راحت بيوتها وضلت هون. أنا مو مشان البيت بابا، أنا مشان إلحق سالي. ها شفتي لي؟ بدأ التأثر بأبو سالي، هي هي الأعراض نفسها. شلون يعني بابا؟ يعني أبو سالي لحق أم سالي وأنت رح تلحق سالي. بابا الله يخليك، أنا عم بحكي عن جد. لك يا بابا هذا موضوع جدي، بده اجتماع عائلي، مو قبل ما نام جاي تحكي لي إياه. طيب ما في مشكلة، فكر على مهلك، معك للصبح. أنا أفكر على مالك؟ إيش هو عم بحلم فيك ولا؟ طيب هات المخدة لهون. تفضل يلا نطلع لبرا. ماشي يا عمى. لك شو هاد؟ معقول؟ جهاد حبيبي، هلأ نحن بدنا نبيع البيت وبده يصير معنا مصاري، وأساساً نحن مأمنين على الأولاد، سلمى فينا ناخذها لهنيك وتدرس بالجامعة ومو قصة. خلينا نروح ونعيش كم يوم حلوين ومبسوطين، ساعتها نحن ما بنضل مرعوبين وخايفين على الأولاد ونفسياتهم. نفسياته؟ أنا نفسيات؟ لك كل ولد من ولادك عنده نفسية بتهد بلد. تصبح على خير. سبت لي إيدك، سبت. شربوا ان شاء الله من الخرم. اي امي، ما فاق بابا رجل الاعمال سال عنه؟ فاق هلا بخبره. يلا يلا يعطيك العافيه. الله يعافيك. يعطيكم العافيه شباب. الله يعافيك. مرحبا عمو. اهلين استاذ، كيفك؟ فاق الوالد حبيبي؟ ايه فاق هلا بيجي. تفضل اشرب شاي. تفضل. لا شكرا استاذ والدين. الله يسلمك، على راحتك. تفضل. طب الشركة اجت، شو هالصوت ها؟ هدول العمال عم ياخذوا القياسات. قياسات شو؟ البيت. يخرب بيت قلبك، لسه ما بعنا. حبيبي، أنت قلت إنك وافقت، قمت أنا حكيت مع الزلمة، قلت له تعال مشان يتفق.
إذا تلاقي أخطر منك بتنتحري أنت. لك لحقتي تفكري وتخططي وتنفذي؟ وإمتى؟ منين جبتي رقمهم؟ عندي أساليب وطرق خاصة. فيك تتفضل لأنه ناظرك؟ لا ألبس صباطي. أوكي. أستاذ، عفواً سؤال صغير. أنتوا شو عم تعملوا هون بالضبط؟ عم ياخذوا قياسات بشان نعرف شو بدنا نساوي محل بيتكم هون. تمام تمام. هلا أنا بقترح تعملوه مركز لمراقبة النجوم عبر التلسكوب. يعني مثلا إذا بتعملوا هون مقاعد صغيرة متحركة، تمام، وبالنص قاعة التلسكوب، عمليا لما بده يفتل الكرسي بصير كل شوي بشوف النجمة من التلسكوب، وهكذا دواليك. عمليا كمان هون المخروط. شو مخروط هذا؟ بابا كنت عم بشرح لهم انه ممكن يصير بيتنا مركز لمراقبة النجوم عبر التلسكوب. لا تواخذنا استاذ. لا والله ما فهمت عليه شو عم يحكي. ليش انا فهمان شيء؟ ضب ابني روح ضب. شو هاي مخروط ما مخروط؟ سيدنا لما كان صغير قال خلي ولادك انخرط مخه مثل ما عم بقول لك، ومن وقتها ما عم بيجمع بنوبة. روح بابا روح لجوا احسن ما تكفي اختراعاتك الدولية. مساعد روح شرفه. ايه استاذي تفضل. خبرتني المدام بالقرار الحكيم اللي اتخذته بشان بيعنا بيتك. قرار حكيم لانه انا مقرر حل ازمة دارفور. والله يا سيدنا هي قررت بس انا لسه ما قررت. صدقني يا استاذ هيك احسن لك، رح تاخذ حق بيتك وزيادة. اليوم دفعنا لجارك أبو الرود سعر 4 أضعاف ما بيستاهلوا البيت. أبو الرود باع؟ ليلك باع اليوم. خلصنا أستاذ. شو طلع معكم؟ هذا أنسب مكان فينا نعمل فيه حديقة حيوانات لأنه واسع والمكان ملائم. يلا ضبوا. تفضل أستاذ دروح نكتب العقد. شرف. عمي فضل. حديقة حيوانات يا أولاد الفيران. نورما خلصيني. ليتني اجيت. أهلا وسهلا. نحن عاملين هذا الاجتماع العائلي مشان ناخذ قرار بخص هذا البيت. وليش الاجتماع ما فيه بابا؟ لأنه هاد مؤامرة عائلية مو اجتماع. خرسي نورما. مؤامرة شو؟ نحن عاملين هذا الاجتماع مشان نقنع ابوكم بنتائجه. هي مؤامره. اسمعوا ماما، هذا البيت رح ينباع وان شاء الله رح يجيب لنا سعر كتير منيح. فينا ببساطه بنشتري بيت تاني ونجيب معه كمان سياره ونخبي شويه مصاري. في احتمال تاني كتير حلو انه نحن ما نصرف شيء من هاي المصاري، بنخبيها معنا بنحطها بالشنتايه وبنحمل حالنا وبنروح على بيروت لعند خالتكم. ناخذ البيت اللي بدها تعطينا اياه ببلاش وبنعيش كم يوم حلوين وبننبسط بحالنا. والاهم من كل هاد انه نحن نروح لهنيك قبل ما يطلبوا لابوكم على الاحتياط. بده يصير فراري؟ اي شكل فراري، مو احسن ما يضل له شيء حتى يشكله؟ طيب امي وجامعتي كانه نسيتيها مستقبلي هاد. ماما فيكي تدرسي هنيك ببساطه. وطلال؟ شو بطلال؟ منضبه بالشنتاي وناخده معنا على بيروت. انتوا الاثنين تخرجتوا فيكم تشتغلوا هنيك، واذا حبيتوا ماما انه تتجوزوا وتضلوا بالبلد وتشتغلوا هون كمان مثل ما بدكم. انا بدي اتشاور انا وياه. اوكي الموافقين معي على الروحه على بيروت يرفعوا ايدهم؟ امي انا اكيد موافق لانه اول مره عائله ابو همه بتعمل اجتماع بيكون فيه تصويت، يعني فيه ديمقراطيه. وانا بمتنع عن التصويت لان بدي اتشاور انا وخطيبي. وانتي امي؟ أمي أنا حزب الإجماع. أمي هي مثل دول العالم الثالث، تعا تعا روح روح. اسكت. لك أنا ارفع إيدك ماما. أوكي بالإجماع. هلا بس يجي أبوكم أنا رح خبره بقرارنا. بشرف هي أمك دولة عظمى، هلا بدها تسلخ لأبوكي واحد فيتو تخليه ياخذنا ركض على بيروت. أنا رح أروح أخبر سالي. أنا رح أحكي مع طلال. يزن يزن فوت ابو الروض. نزل 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 نزل. ايه يزن
ان شاء الله ما تاخذني استاذ جهاد. لا يا ان شاء الله، انا لك انا اخوي، شو عم تحكي؟ بس ليش انت جايين بدك تحطهم عندي؟ ما فهمت. بعدين بحكي لك بعدين. خير خير. يا راض لعمك ابو رود برا جيبهم، يلا يلا يعطيك العافيه. اطلع 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 شرف. يلا شرف. يلا. شرف ابو رود. لهون 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 لهون. لا تاخذينا ست ام يزن، بس مضطر خلي الاغراض عندكم كم يوم. يا عيب الشم، شو هالحكي؟ وين حطهم؟ لهون بابا لهون. زيح الكرسي زيح الكرسي زيح الكرسي. استاذ شمال، انت عن جد طلبوك احتياط ولا عم تمزح؟ شو عم بمزح؟ سألهم عن جد. شو بدهم فيك يعني، خبير عسكري؟ والله ما بعرف. طيب شو بدك تساوي؟ بدك تخده؟ شوف قدامي حلين، يا بلتحق وما برجع لا سمح الله، ما بتعرفي. الحل الثاني عمي اني شكل فرار واترك الوظيفه. طب ليه يا استاذ جهاد؟ ما انت عم تقاتل بالسياسه، ضروري يعني تقاتل على ارض المعركه؟ لا حتى بالسياسه ما عاد بدي اقاتل، بدي استقيل. ليه؟ ابو الروض، نحن حتى لو اشتغلنا لمصلحه البلد، بلحظه اذا وقفنا بوش مصالح الكبار نصير اعداء هذا البلد. لذلك ما بدي. طيب تعال روح معي. ليش انت لوين رايح ابو الروض؟ لم يزل أنا بعت البيت مع العفش للجماعة، ولكني عم فضيه، رح خلي الأغراض عندكم كم يوم لبين ما يجيني حجز الطيارة. حجز الطيارة لوين؟ رايح السويد لعند أخواتي. لا لا الله يرضى عليك، لا أم الروض عطتكم عمره وهي البيت أخذوه. شو ضل لي هون أنا يا أبو يزن؟ ما ضل لي حدا. قلت لحالي باخد هالمصاري وبطلع لعند أخواتي بسويد بعيش معهم. أخي بلا لك السفرة. اسمع عندي اقتراح، أنا معي قرشين وأنت معك قرشين، بنحطهم فوق بعض وبنعمل لنا مشروع هيك من قريبه ونربح فيه، مو تخوزقني مثل العادة. أنا كنت أعمل المشاريع وحاول إني طالع مصاري كرمال عالج هالمرة، ما المرة توفت، شو بقى بدي بالمصاري؟ أنا بدي أمشي، الأغراض حيضلوا عندكم لبين ما سلم البيت للجماعة. صحيح شو صار معك موضوع البيت؟ بعت؟ لا، اجى الزلمه اللي عندي لهون وحكينا بالمصاري. لك عم بيدفعوا اسعار خياليه. معلوم بدهم يدفعوا اسعار خياليه، ما صارت ارض منتجع ومنطقه سياحيه. والله انا ما وقعت، ما طوعني قلبي. انا هون بيتي بدهم يحولوه لحديقه حيوانات. اي وقع وقع، ما انا مطرح بيتي، بدهم يفتحوا عياده بيطريه. ها؟ ما هذا بيفتحون على بعضهم. شو هدول يا يزن؟ شو هدول؟ هدول كانوا برا مع الاغراض. لمين هدول الاغراض؟ مرة كانوا مو لا مو لي. الله لا يعطيك العافية. لمين هدول؟ إلنا هدول جار إلنا. ماشي ماشي ماشي، حطهم حطهم. لا لا فرزوهم بعدون عن شناتي، لا تخرب تبقى فرز لي اياهم. ما تخاف ما تخاف ما تخاف، اعتبرهم بأيدي أمينة ولا يهمك أبو الروض. لا يتخربطوا يعني. لا مستحيل، شو هالحكي. يلا بخاطركم لك يا ميت. أهلين وسهلين. مع السلامة. مع السلامة يا أبو الروض. خاطرك خاطرك ابو يزن. وين حطهم عمو؟ وين رايح؟ تعال لنا وين نحط الاغراض. لك شو بيتنا مزبله عشان تكب اغراضك عنا؟ يييي الحاني لقلك. كمان الحاني؟ شو جايبتني ابو سالي؟ فوتي بيطلع لك. لك فوتي. هي لا ابو الروض، هات لك. لا لا خلي عنا ولو. ان شاء الله شو موجه. جهاد شو هاد؟ شفتي لي هالشوفه؟ شلجوني. ام سالي شو هاي الاغراض كلياتها؟ هدول الاغراض تبعنا، لقينا لاخي يجي ياخذهم. ايه بس صعب علي يطلع لاخر طابق، قلنا بياخذهم من عندكم اسهل. ايه لانه ما عندنا اسانسير، عرفتي كيف؟ لك ما في صاحب لهذا البيت، لك استشيرونا، مستودع فاتحه بيتي انا. لك ليش نستشيرك؟ يعني جيران لبعضهم. نورما يا حبيبتي بغرفتها، فوتي لعندها فوتي. يلا وين رحت وين رحت؟ حفظتهم حفظتهم عمي ابو سالي. روح بابا روح بابا، لانه اخرتك مثل حكايه ذكر البط هذا. اهلين ابو سالي. اهلين ابو سالي. تحكي انت ولا احكي انا؟ تعا تعا حبيبي تعا احكي انت. شوفي جار تفضل. الحقيقه يا جار، يعني انا وام سالي بدنا نقول لكم انه جيرتكم مكسب، ويشهد الله ما شفنا منكم الا كل خير. وبما انه انتم الحقيقه مضطرين تبيعوا البيت والملحق، فنحن ضبينا اغراضنا، والحقيقه قلنا لحالنا انه منسلمكم البيت خلال يومين بالعفش اللي إلكم. طب ليش مستعجلين يا أبو سالي؟ الله يرضى عليك، لتلاقوا بيت وتنتقلوا عليه؟ الحقيقة يا جار، يعني أنا عم بعمل بصراحة معاملة التقاعد المبكر
وبدنا نروح انا وام سالي نعيش عند سالي ببيروت، واخي هنيك عنده محل فنشتغل عنده. حتى انتم بدكم تهاجروا؟ الحقيقه انه سالي السنه رح تتخرج وشغل التمثيل برا احسن من هون، يعني كل الممثلين عدم المؤاخذه يعني عم يطلعوا من هون ويهاجروا، نحن ما عاد لنا شغل، شو عم نساوي يعني؟ معك حق، ما فينا نحكي شيء. والله يا جار الحقيقه نحن بس شغله وحده يعني مو عازز علينا الا افراقكم، تعودنا عليكم لانه خلصت؟ لك تروح دعوسه، انا لك احكي كلمتين مو جريده، يلعوا قلبك شو بتحب اللعن. انا فكرتها يا جار صارت ديمقراطيه وسمحت لك بهالكلمتين الحلوين، طلعتوا لي. لا لا ابدا، هي ناطره مرحله الحكي الطبيعي ليخلص لحتى تتفضل وتعمل مداخلتها تبع الردح. اهلين ام سالي. تروحي سلق بالبريستو، ضيفينا شي شغله. رضا الضيف الهوامي تبع طلع عن جد؟ ايه تكرم عيونك. يعني اهلك بدهم يعيشوا ببيروت؟ ايه. وما عاد تجي لهون وشوفها انا؟ وما تشوفها انت، يعني شو بصير لك تتكرتع وقت تشوفها لسالي؟ تخيل الله، انا سالي ما في حل تضلك هون؟ مو انت قلت لي اهلك بدهم يطلعوا يعيشوا ببيروت؟ مزبوط، السلطه التشريعيه اخذت القرار بس بقي بابا ينفذ. انا وطلال قررنا نتجوز ونعيش هون، هو رح يفتح عياده وانا رح كمل شغلي هون. خير ما عملتي اختي، لانه طلال اذا بيطلع على اي دوله رح يرجعوا لهون، فيختصر الوقت ويفتح عيادته هون. لا هالطلال تهني. سالي انا كثير لعشتها يا زان. هلا انا كنت عم اقول لحالي انه انا اذا بدي اطلع على بيروت شو ممكن سجلوا هنيك فرع حلو وظريف وما له صعب. فرع السقالة. شو ام سالي؟ طبيعي يجيب الغراض لعندي لانه كلهم اغراضي هدول. ما بعرف نسيتهم انا. معك حق ام سالي، معك حق تنسي، من 5 سنين مستعرتيه. انا ما بتذكر كنت هالقد هدي. مرحبا عمو. اهلين عمو. لا تقول لي عوامي. ايه شو عرفها؟ شو حاطط نقرك من نقري بدك تموتني ولا؟ بدي شر عنك عمو. عود 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 لشو؟ تفضل. لا 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 روحي كركر، لا تدوري، هي الكرتونة كلها. ما عرفت كلها. تفضل بس علي. انتعبوا الحقيقة. يلا 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 يلا. خذ اللي بدك اياه. جاب؟ طبيب لا خف والله يفاكم خف ضفيع اعطيه 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 مشان ابنك ولا اعطيه 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 هذا هيكسر معي انا والله غير تاكلك ما تاكلك صباح الصحة لك انا اعطيك 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 ما خف والله غير تاكلك انا لا عربك السكنة ولا عربك السكنة ولا سكنة الله العظيم يا سالي يا سالي انا لو محلها اول ما اطب بيروت بجبع الغيط وطلعها باخذ واحده لبنانيه ما بيحكي رح ينجلت على الطريق لان حيضلوا ساعتين وشرب وشرب روحوا جعلك حاجة حاجة طعكوني أبو يا سام حلمي نحن هالكام يوم هالكام يوم بدنا نروح على بيروت وانا لك افتح البلع الله يا ريت اشتاق لك يا ريت لي مشان ساعدك بالضبط انا عفشت انا عفشت انا يا غرب الناس يلا تصبح على خير الله الله معكم هي النظرة أنا بعرفها ما شاء الله عليك يا بابا شو ذكي معناتها جاييني خازوق مبشر من السيدة الوالدة قال أبو همة اجتماع شو هالحكي حولتوها لمحاكمة هلا
لك اول مره بتتفقوا على شغله وقفتوا ضدي؟ بابا انا ما اتفقت معهم وامتنعت عن التصويت. تصويت؟ ليش كنتوا عاملين جلسه نيابيه؟ ايه بابا وصوتنا كلياتنا بالاجماع وانا بعمل فيتو. روحها على بيروت ما في، بدنا نشتري بيت هون بالشام. يلا رفعت الجلسه. جهاد نحن ما عم نمزح، طلال ونورما اذا بدهم يضلوا هون يضلوا، هاي حياتهم يصطفلوا. بتعرف لك عمو انت اول مره بتعجبني، عوضت موضوع العوامه كثير. جبت لك غيرهم عمو؟ بعرف عمو، بس هدول اذا كناه وحياتك لين تسمم. اصحكم بابا، ها شفتوا ابو سالي هلا بتسمعوا عواه من فوق بده يوصل لتحت، ويمكن يكتبوا على الشاهده لقد توفي بسبب عوامه طلال. جهاد لو سمحت لبقى تغير الموضوع. شرفي لك يا حبيبتي يا رندا، انا مدرس هون بالبلد، رح ارجع للتدريس، النضال ما عاد بدي اياه، انا بدي اسكن هون واشتغل بهدوء ورويه، وعندي بنتي بدي احطها بالجامعه ودير بالي عليها. وين بدنا نسحبها؟ هدول الكم يوم اللي عم تحكي عنهم بتقضيهم كمان ببيروت بهدوء ورويه، وبنتك اللي هكلان همها رفعت معنا ايدها على التصويت. انت صوتي معهم؟ لا ما هي صايره مثل امريكا، الدول العربية مجلس الأمن شو بتقولون أمريكا بصوتوا معها؟ بابا الله يخليك فكرنا بالموضوع، أنا هون مالي مستقبل، إذا أول اختراع بعمله صادروا لي إياه، برا ما بتعرف شو ممكن يصير، ممكن يعملوا لي تمثال. تمثال؟ بتعرف إنه مرة لما كمشونا حمسونا من شان رادار مطور حلمت فيك بإحدى الدول الأجنبية يمكن اليونان بيأتينا، شفت التمثال إلك وأنت هيك وكاتبين تحته هذا سبب انقراض البشرية. جهاد خلاص. لك حبيبتي الله يخليك عم بمزح معه انا، ليكي من هالبلد ماني طالع نهائيا، انا بقيان هون، بدي اشتري بيت صغير واسكن هون انا واولادي، اللي بيحب يسافر يسافر، انا ما دخلني. روحي شوفي اللي قاعدين برا، شوفينا اللي طلعوا بالازمه هلا، كله بده يرجع. وانا بابا؟ انت اللي بدك تساوي، بدك تروح على بيروت روح، اذا في شغل بس. لا انا ماني موافقه. يا حبيبتي يا حبيبتي الله يخليكي، بنتك بالجامعه هلا هون، وين بدنا ناخذها نحطها ببيروت؟ لا يلا 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 من هدول. اضحك عليه بكلمتين. لك يا رنوش بوس ايدك حبيبتي، فهميني منيح، انا شو بدي غير انه تكونوا فرحانين ومبسوطين بهالبلد؟ يا اختي قلت لكم جربوا سنه، اقسم بالله عم بقلك اذا ما عجبكم خلص كلياتنا منهج. خلص ماما، شي مره بس ردي على بابا، والله قلبي واجعني عليه. جهاد انا ما اقتنعت، ليك ابو الروض وابو سالي كل العالم رايحه الا نحن. شوف وين رجعت لي، لك يا حبيبتي هدول لهم وضع ثاني. ابو سالي بنته بيروت قلنالك بده يروح يقعد بجنبها ويدير باله عليها، والبنايه خلص انباعت وبدها تنهد، وهذاك اخوه بالسويد بده يطلع لعنده، يعني مأمنين حاله، نحن وين بدنا نروح؟ امي خلصنا، انا رايي من راي بابا، شو بيقرر انا بقرر. وليه؟ يخرب بيتك، انت دغري تراجعتي؟ ما قلت لك مثل الدول العربيه كلمه بتاخذها كلمه بتجيبها. احلى شيء هلا تعملي لنا شغله نبرئنا فيها. بعرف بدك تخلص مني، بس الحديث لسه ما خلص استاذ. لك بعرف والله ما خلص، لك انت حافظك بصم، غيابيا حافظك، اذا في شيء براسك بدك تنفذيه، العالم كله واقف ما راح يتحداكي غصبا عنهم. هتلر ايش تيجيون بومتاكس كاعت في هتلر، ايش اللي بديش كوسكارير يا داهي هتلر، اوباما هتلر. بابا انا حروح خبر سالي. لا لا تخيلك، لا 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 تقال لك ابني تقال، لا خليها هي تحوص تحوص، هي تدق بابك، هي تجي لعندك، بكره بدك تلحقها على بيروت. هنيك لا شغله ولا عامله، بدها تتخرج وتصير ممثله، انت شو بدك تقعد تساوي؟ واقف ورا الكواليس، بس عم تعطيها منشفه، تعطيها وهي بتشوفك والله عطال بطال بتقعد لك. حديقة حيوانات، هلا معقولة توصل البلد لدرجة إنه ما نلاقي شيء يحببنا فيها؟ شبك حبيبي؟ عم فكر. جهاد حبيبي إذا أنت زعلت من الحكي اللي أنا حكيته أنا بسحبه كلياته، أنا آسفة، بس أنت لا تزعل. لا حبيبتي لا، أنت ولادك معكم حق، أنتوا حاسين هيك البلد مخربطة شوي. يا حبيبي انت قاعد عم تنسق وتخطط انه نشتري بيت ونقعد فيه، وانت نسيان انهم طلبوك على الاحتياط. طيب اذا قعدت انت بالبلد اكيد بدهم يسحبوك، نحن حالتنا شو بده يصير فيها؟ لك انا مستغرب كيف طلبوني احتياط، لكون في خربطه بالاسماء، مصيبه. صحيح نسيت اقول لك،
طلال قال لي انه عمو هذا المسافر برا البلد جاي لهون زياره، قال بده يجي مشان يطلب نورما منك بشكل رسمي. بعرف بعرف حكالي، الله يتمم على خير. شكرا حبيبتي. عندك اقسم بالله اذا بتزلطها بطل خبرك الموضوع اللي جاي لك عليه. موضوع شو عمو؟ عود شو الموضوع جهان؟ هلا بيتك انا رحت شفته. مزبوط مزبوط، عنده بيت حلو كتير ظريف، واهم شيء انه بمنطقه امنه. ايه بابا هذا البيت كتير. انت بس ريحيني الله يخليكي، ما بحاجه لنظرياتك، عم كمل كلامي. شوفي جهاد شو بدك تقول. عمي هلا بما انه تخرجت وقلت لي انك قايم قرشين مشان جوازتك انت ونورما، كمان في قرشين ممكن تشتغل فيهم صح؟ مو بس هيك عمو، في دكتور صاحبنا اتفقت معه انه اشتغل معه ورديه مسائيه بالعياده، يعني لبين ما اقدر افتح عياده لحالي. شفتي؟ زلمه شغيل وقبضه عصامي، ما بنخاف عليه، وخاصه ايده هيك ماسكه. ايه هلا بالنسبه للموضوع ده يبعت لك 60 حمش ومبهدل. مين راكد وراكب بعصايه؟ رب بيت قلبك، قلت لك لو تتخلص من كم شغله هاي بصير شاب ممتاز. اسف عمو. طيب قلت لي عن عمك انه هو بده يطلب ايد نورما لك، امتى ممكن يجي؟ امتى ما بدك عمو. حكالي عن عمو ها؟ وهذيك المرة اتصلنا فيه من البيت حكيت معه. شو هالزلمة ها؟ أكابر جدا، دكتوراه، دكتوراه بالهندسة بأحلى جامعات بأوروبا. يا لطيف، البلد بحاجته، هلا بحاجته. بعدين بحبه كثير ها؟ وأنا مستغرب كيف بحبها النمرة. الله يسامحك عمو. لك عم بمزح معك أنا صدقت. عمي طلال، معرفة هيك ناس للبني آدم مكسب. لأنه بيوم من الأيام إذا الواحد وقع، بيعرف إنه في إيد بدها تنمد وتنهض فيه. وأنا فخور جدا بانه عمك هو اللي بده يطلب ايد نورما الك. عمو انت حدد اليوم اللي بدك اياه وانا بخبره. بكره. ليش بكره؟ انت على شو مستعجل؟ الزلمه جاي لهون اجازه طويله، انت شو بدك فيه بكره؟ انا مو مشانه، انا مشان بنتي نورما، بدي اياها تحتفل وتساوي عرسها بالبيت اللي خلقت فيه وربيت فيه. شو يعني بابا؟ يزن سلمى ناديله. سلمى يزن شو بدك فيهم؟ ايه بابا. بابا قررت انه جوز طلال ونورما. ايه شو الجديد بالموضوع؟ الجديد انه العرس بكره. بكره؟ انا كيف بدي لحق اذن رفقاتي واهلي واعمل الفستان واطلع انت بدك عرس بنتك يصير ببيتنا ولا ما بدك اياه يصير ببيتنا؟ ماما ايه مرتب. بدي بس يا جهاد يا حبيبي. بس بس نهائيا خلص انا قررت وهذا فيتو، العرس بكره. نعزم رفقاتكم ومعارفنا. يلا رفعت الجلسة. لما بيكون المواطن عايش ومرتاح وآمن، لا بكل ولا بمل، لا بكل ولا بمل، أو مهما تمر عليه ترجمة
وطن.